بدأوا وثبتوا بالتأكيد أكدوا لنا على ما قلناه في المرات السابقة أن الأخوان لا يريدون شيء الآن إلا اللعب على الوقت، ويبون مكاسب ويريدون مكاسب يحققونها من خلال الوقت، لعل الله يأتي بشيء ينصرهم في طرابلس. وعليه نحن لازلنا نؤيد انتخابات، ولازلنا مع الشعب الليبي في أي خيار يختاره، ولذلك قواتكم المسلحة مستعدة لتحقيق كل أوامركم وتنفيذ كل ما تمر به يأمر به الشعب الليبي الأبي.